استاذه جيهان، طبعا شهر رمضان شهر الخير والطاعات والبركات، والناس كلها بتتسابق علشان تعمل كتير من الخيرات والحسنات، يعني المفروض الحسنه باضعافها والفريضه باضعافها، فبالتالي احنا عايزين في سباق علشان ان شاء الله ربنا يرزقنا الجنه باذن الله تعالى. من ضمن الطاعات والعبادات المعروف بيها وبيميز بيها شهر رمضان الكريم هو اطعام الطعام. خلينا نتكلم عن فضل اطعام الطعام الاول في الاسلام بشكل عام، وبعدين نبدا نفصل فيه بقى داخل شهر رمضان الكريم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اطعام الطعام من افضل الاعمال ومن اكثر الاعمال البر اللي حض عليها الاسلام العظيم. ومن يسر الاسلام وسماحته لما نتامل في الاسلام نجد سبحان الله أنه كان بيهتم دايما في معظم تشريعاته بالفئة الضعيفة أيا ما كانت، سواء كانت الفئات الضعيفة دي إنسان مريض، إنسان فقير، مسكين، يتيم، امرأة ليس لها عائل، في كل صوره بنجد هذا التشريع العظيم اللي بيحمي ضعفاء المجتمع حتى يظل المجتمع مجتمع متماسك مترابط. والعوز والجوع من أشد الأعمال، أشد الأشياء اللي بتكون فيها الإنسان ضعيف ومحتاج يد المعونة، ومن أكثر الأشياء اللي ممكن تضطر الإنسان اللي بيقع في هذا الفقر يعني إنه ممكن يلجأ لفعل المعاصي، يلجأ للسرقة أو يلجأ لأكل الحرام والعياذ بالله علشان يسد جوعه، لأن الجوع سبحان الله يعني الانسان يقدر يصبر على اشياء كده، ممكن يصبر على عدم وجود بيت بالاساس اللي هو محتاجه، ثياب متواضعه، لكن الجوع دي حاجه من ضروريات الحياه ما يقدرش الانسان يستغنى عنها. فالاسلام راعى النقطه دي ودعا الناس دايما ان هم يتكاتفوا بينهم وبين بعضهم ان يكون في اطعام للطعام. ربنا سبحانه وتعالى لما نجد كده الايات، ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله، شوف المعنى الرائع الراقي، إن أنا بعمل إن اللقمة قبل ما تنزل في جوف الإنسان الفقير أو الجائع تمام، هي وصلت لله سبحانه وتعالى لأنها خرجت من الأساس لله. مش النهاردة بعمل العزومة وزبطها وسيلفي بسرعة والناس قاعدة تاكل بقى وصور كده، شفت أنا عملت عزومة إيه. ليس المقصود منها أبدا المراءة بين الناس، ودي نقطة لازم نجدد فيها نيتنا وأعمالنا لله.